أخبار اليوم. أنت محافظ في قريتك، أنت محافظ في مدينتك، أنت محافظ في مركزك، تعمل يوم تقابل الناس عشان يحصل تواصل ويحصل شكل لازم وغطيه، غطيه إعلاميا مفيش مشكلة. بعت لي المشاكل مكتوبة، جمع مشاكلك وبعتها لي وأنا أحلها معاك. اللي بقى بعد كده هيصفصف ويجي لي أنا يوم الاثنين وأعلنوا الناس إن أنا بقابل المواطنين في محافظة يوم الاثنين الساعة 2 أسبوعيا، حتى لو كان يوم أجازة ببقى متواجد. يعني حتى هذا اليوم لو أجازة رسمية أنا ببقى متواجد وقابلت يوم 25 يناير الناس. مهم جدا إن إحنا نتواصل مع الناس. غرف العمليات في الوحدات المحلية عايزة تتفاعل وتربط مع غرفة عمليات المحافظة في الاختراق والحوادث والحاجات دي. ما نبقاش موضوع التمساح اللي اصطادوه من مسطره. فين رئيس المحلية؟ تعرف؟ عرفت؟ كلمتني؟ قلت لي؟ لا يعني ما انت محافظ في منطقتك. زي ما انا محافظ كده وبتسال على حاجه في الصحه وبتسال على حاجه في الزراعه وبتسال على حاجه هم واجبهم بيخطروا لي بالمشاكل اللي عندهم. الاستاذ جمال وزير وكيل وزاره التموين بيبلغني باي مشكله عنده وانا متواصل معاه. ما بالك انت عندك تمساح استخدمه من الصوره وانا ما اعرفش. لولا ان انا متواصل مع الاخوه الاعلاميين والناس بيبلغوني على التليفون ما ينفعش.